المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهم شنال. جيسبر إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، وتكون الأمور ديالكم مزيانة وفي التمام عند جميع السيدات وعند جميع الحبيبات الوفيات على القناة ديالي دائما الهم شنال. الوصفة ديال اليوم ولا الوصفة ديال اليوم غادي تكون وصفة مختصة بالوجه، أي تبييض الوجه 4 درجات إلى ما فوق، وأيضا التخلص من التجاعيد، وإن شاء الله البشرة ديالكم تبان شابة في سن 18 سنة أو 20 سنة، وتنقصوا من العمر ديالكم بالنسبة للبشرة ديالكم بواسطة هذه الوصفة، لأن الوصفة غتساعدنا على التخلص من التجاعيد مهما كانت الحدة ديالها، يعني واش قديمة ولا جديدة، ولا التجاعيد كما كنقولوا لها حنا المبكرة، ولا اللي كتكون قديمة في سن 40 ولا 50 ولا حتى 60 أيضا. فوصفة غاية في الروعة، غترجع لكم إن شاء الله الشباب ديالكم في لابو ديالكم أكيد. فنتمنى تنال الإعجاب ديالكم، ونتمنى هاد لاغوسيط تجربوها أهم شيء، لأنه سهلة مهلا ما كثرش لكم فيها المكونات، وميم طون المكونات حتى هما بسيط وطبيعيين. أهم شيء دائما كنحاول على حساب الطاقة والجهد ديالي أنني نجيب لكم وصفات يعني ساهلين مهلين ويكونوا طبيعيين أكيد. فبسم الله على بركة الله، نمشيو باش نتعرفوا على مكونات هاد الوصفة، ومن بعد نمشيو لطريقة التحضير، ومن بعد نمشيو لطريقة الاستعمال. دونك اول مكون غادي نحتاجو ليه في الوصفه هذه اللي هو القهوه اكيد. دونك غادي نحتاجو القهوه حبيبات اولا القهوه سريعه الذوبان اللي كتجي بهذا الشكل هذا. ممكن تاخذوا اي اسم او اي مارك، لانه بزاف سيدات كيقولوا لي شنو الاسم شنو المارك اللي خديتي. بصراحه بدون ذكر اسامي كاينين بزاف ديال لي مارك، اي دائما اي قهوه كتعملوها لبشره الوجه ديالكم معتمدين عليها في الوصفه الطبيعيه وما كتسببش لكم حكه وحساسيه، فهي اللي تستعملوا في هذه الوصفه هذه. غادي نحتاجوا بيضه، هنا خديت بيضه يعني الصفار والبيض وحركتهم مزيان وصبحوا لي بهذا الشكل هذا. بالنسبه للناس اللي يقولوا لي واش استعملتي البيض العادي ولا البيض البلدي، فانا استعملت غير بيضه عاديه. الا عندكم البيض البلدي فحتى هو ممكن استعماله. وثالث مكون معنا في هذه الوصفه هو الحليب نيدو اللي كيجي بهذا الشكل هذا. فانا خديت الحليب نيدو بودره غبره اكيد. دونك هادو هما المكونات، غادي نعاودهم ثاني مره. بالنسبه لهاد الوصفه غادي نحتاجو فيها بيضه بالكامل اي الصفار والبياض، سنحتاج الى القهوه سريعه الذوبان او القهوه حبيبات، وسنحتاج الى الحليب نيدو غبر. فهادو هما المكونات، بعد ما تعرفنا عليهم دوزو بسم الله طريقه التحضير وطريقه استعمال هذه الوصفه. غادي ناخذ البيض في الوسط ونبداو كنضيفو ليه القهوة. نحاول نحرك كل هاد المكونات. غادي نحتاج بودرة الحليب نيدو غبرة، ونحاول نخلط كل هاد المكونات. بالنسبة لهاد الوصفة كل سيدة ان شاء الله غتجربها غادي تعجبها، لانها غاية في الروعة. بالنسبة للبيض، الناس اللي غيقولوا لي الرائحة كتبقى ديال البيض، شنو الحل باش ممكن نعوضو داك البيض؟ صراحة البيض ما كيتعودش، يعني غتستعملو غير هو، لانه هو اللي كيساعدنا على التخلص من التجاعيد والشيخوخة المبكرة ايضا، فضروري ما تستعملوه. وبالنسبة للرائحة نحاولو دائما نغسلو بغسول او صابون اللي كتكون فيه نكهة الفخاز ولا نكهة البرتقال او لا اي نكهة، باش هكذا تحيد لينا ديك الرائحه ديال البيض. ولا ما تحيدتش ممكن ناخذ واحد القطعه ديال القطن
نبللوها بالزيت ديال الورد ولا الماء ديال الورد ونطابيو الوجه ديالنا، وبهكذا اكيد غنكونوا تخلصنا من الرائحه ديال البيض. البيض واخا الرائحه ديالو مزفره نوعا ما، ولكن كيبقى رائع جدا في الوصفات الطبيعيه، خصوصا للتخلص من التجاعيد. غادي نزيد نضيف كميه اخرى ديال الحليب نيدو قبرة. بالنسبه لهذه الوصفه كتعالج كل المشاكل بالقهوه، غايه في الروعه. الوصفة خاصة تكون عقدة شوية، يعني ضروري ما تكونش جارية بزاف باش هكذا تثبت على بشرة الوجه. غادي نزيد نضيف كمية أخرى ديال القهوة حبيبات أو القهوة سريعة الذوبان. حاولوا نخلطوا المكونات مزيان باش حتى المفعول ديال الوصفه يكون زوين. وغادي نضيف الكميه المتبقيه عندي من الحليب نيدو قبرة ونخلط الكل. كما لاحظتوا الوصفه بدات كتعقد، يعني بدات كتقبض، غير هو ضروري ما نخلطوا المكونات مزيان باش المفعول ديالهم يكون حاضر وبقوه في الوصفه، لانه البيضه كتبغي تخلط مزيان مع القهوه، وحتى الحليب نيدو قبرة حتى هو كيبغي يتخلط مزيان، حتى كنحسوا بكل المكونات تجانسوا مع بعضهم وتفاعلوا. عاد نطبقوا البشره، عاد نطبقوا عفوا الوصفه على البشره ديالنا. اكيد هانتوما كما كتلاحظوا الوصفه بدات كتعقد، هانتوما غادي نحاول نزيد نضيف كميه اخرى ديال القهوه. وبالنسبه لهذا الماسك هذا كيجي باللون القهوي او اللون المارون، لانه اكيد فيه القهوه كمكون رئيسي، يعني كتكون بهذا اللون هذا الرائع. صراحه كيعجبوني الماسكات ديال القهوه او الوصفات ديال القهوه، انهم كيجوا رائعين في البشره. وبالنسبه للناس اللي غيقولوا لي ريحه يعني البيض، راه القهوه يعني ما كتخليش نسبه كبيره ديال رائحه البيض، يعني كتكون واحد النسبه قليله بزاف، حيت القهوه كتكون طاغيه خصوصا الا عملتوها بكثره، فكتكون طاغيه على ديك رائحه البيض. و يعني الا كانت رائحه البيض كتكون بواحد النسبه ديال 10% ولا 7%، يعني ما كتكون قليله بزاف. نحاول نضيف ديك الكميه المتبقيه عندي ديال القهوه بالكامل ونخلطوا الكل. وبعد ما كتصبح الوصفه بهذا الشكل هذا كما كتشاهدوا في الفيديو، يعني الوصفه القوام ديالها عاقد. هانتوما يعني الوصفه القوام ديالها عاقد بزاف. بعد ما تصبح لينا بهذا الشكل هذا كنطبقوها على الوجه ديالنا المده ديال 30 دقيقه او 15 دقيقه او 10 ديال الدقائق على حسب التجاعيد واش كثيره ولا قليله. كانت كثيره غنخليوها وقت كثير، كانت قليله غنخليوها وقت قليل. من بعد ما نغسلوا الوجه ديالنا ونحاولوا نيفيتيو الضحك، لان الوصفات دائما ديال ازاله التجاعيد من الوجه دائما ما كيبغيوناش نضحكوا في الوصفات باش هكذا ما تنعكسش علينا الوصفه وتبقى دائما في الايجابيات ديالها ماشي في السلبيات، ونيفيتيو دائما على الحاجه اللي تقدر تضحكنا.
ونتظروا ديك الوقيته كما قلت لكم 30 ولا 15 ولا 10 ديال الدقائق على حسب التجاعيد واش كثيره ولا قليله. ومور غنغسلوا الوجه ديالنا، الا بقات فينا رائحه ديال البيض ما علينا، ان ناخذ واحد القطعه ديال القطن مبلله اما بالماء ديال الورد ولا بالزيت ديال الورد ونطبيو الوجه ديالنا، وبهكذا ما غاديش تبقى فينا الرائحه ديال البيض نهائيا. كما قلت لكم القهوه راه الرائحه ديالها قويه بزاف، والا بقات لنا ريحه البيض كتبقى بواحد النسبه ديال 10% ولا 7%، يعني ماشي بكميه كثيره بزاف اولا بنسبه كبيره بزاف. فهاد الشيء اللي كاين بخصوص هاد لاغوسيت، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. الناس اللي يقولوا لي شحال مره نستعملها في الاسبوع، فكنصح بها مره واحده في الاسبوع ولا جوج المرات لو ماكسيموم، اي على الاكثر فهي كافيه. نتمنى تبارطاجيو هاد الفيديو مع الحبيبات والصديقات باش هكذا تعمل فائده للجميع، خصوصا الناس اللي كيعانوا من تجاعيد سواء التجاعيد المبكره ولا التجاعيد القديمه. نشكركم دوري على حسن تتبعكم لهذا الفيديو، ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله باذنه كذلك.